الأحوال الجوية والطقس ودرجات الحرارة والتي تلقي بظلالها في هذه الأيام يستعرضها لنا من جديد محمد عبد الله. شكرا مصطفى، شكرا نهى. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. وفي مالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من المحافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. والبداية من القاهرة 22-14، الإسكندرية 21-13، مطروح 20-12، بورسعيد 22-15، والإسماعيلية 23-13، إلى السويس 22-14، العريش 23-12، طابة 22-14، شرم الشيخ 26-17، والغردقة 25-16، إلى الأقصر 26-14، أسوان 27-15، الوادي الجديد 25-13، شلاتين 28-21، وحلايب 26-21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.